قسما بالله خوتي غنغامر وغنطلق الكلبه غنطلقها ونشوفوا الرياكشن شنو غادي يدير، غنلعب معاه بتينيس ونشوفوا شنو غادي يدير، واش غتعلق ولا غتبقى معاه. المهم اخوتي بقاو معاه. السلام عليكم العشران، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنشكركم بزاف الخوت على التفاعل ديالكم على الميساجات ديالكم، كنبغيكم كاملين العشران صراحه كتفرحوني بزاف. واليوم جيت لكم عاوتاني فيديو جديد ديال الكوينه اللي خديت الكلبه كما قلت لكم اللي خديتها اخوتي. اليوم جيت غنهضر لكم على كيفاش الخوت اول مره غتاخذ كلب، كيفاش غتعامل معاه في الدريساج، شنو خاصك دير معاه، شنو ما خاصكش دير معاه. صافي كما نقول لك كمل الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساش تابونا عندي في لاشين شوفات كومونتي شي كومونتير زوين. وكاو فاميليا العشران كنبغيكم كاملين، راكم في القلب والصراحه كتسيبورطيوني، انا كنبغيكم ونبقى ديما نلوح لكم الجديد العشران. سو ما نطولش عليكم بزاف، يلا نبداو الفيديو. كما قلت لكم العشران هاي كوينه، هذا النهار الثاني ديالها معايا، هاي كما كتشوفوا معايا خوتي باقي ما تيقاش فيا بزاف، حيت الكلب اول مره غتجيبو ما غيتيقش فيك بزاف الخوت، ولكن كوميم كونتاكتي معايا واحد شويه كنجيب لها التينيسه كتوقف، مي ما كنطلقهاش حيت الا طلقتها تقدر ديرها ها تشدها طواله وحده، فهمتوني اخوتي. دابا باقي ما اكتيفياش معايا بزاف، وان شاء الله نحاولوا فهمتوني نتقربوا لها بزاف. واليوم غادي نتعاملوا معها بواحد الشكل اللي زوين وغنحاولوا ندريسيوها. وحاولوا الا كنتو يلا جبتو كلبكم ما ديروش معاه شي غلط اللي غادي يخليه حاقد عليك ولا شي لعيبه، فهمتوني، تصرف معاه بيس. وعاوتاني على حسب الكاركتير ديال الكلب، الا كان الكاركتير ديالو في شكل ديك الساعه حاجه اخرى، كتكون فهمتي الا كان قبيح شويه وكذا خاصك تعرف كيفاش تتصرف معاه. ومن الاحسن ما فهمتي دير ليك مامو وتخليه حتى تكونتاكت معاه، صعيبه الخوت كما كنقول لكم، كلب ملي كتاخد شي كلب قبيح صعيبه باش تتعامل معاه. المهم ما نطولش عليكم بزاف اخوتي، اليوم غنتعاملوا مع كوينه هاي كما كتشوفوا معايا، غنخدموا معاه شويه الدراساج وما غنطلقوهاش كما قلت لكم، الا طلقتها اخوتي غادي دير البرايده غتمشي تهرب ليا. وها هي اخوتي، يلا نبداو الفيديو على بركه الله. ياك كوينه يلا مشي اش اش واخوتي كتموت على الله كما قلت لكم، كتموت على التينيسه والقراعي وكتعاون في البحر كلشي تبارك الله زوينه زوين. عندنا هاد الخوتي هاد الباطي هذا هو باش نخدم معاه الدريساج، خديته بسبعة دراهم. المهم هي كتبغي النهار خديته لها بغاتو شويه دار الدوبا طاشاف شويه دير دوبا. المهم اخوتي كناخذو ليها كتبغيه، خديته لها البارح دوقت منها عجبها صافي قلت ناخذو لها. المهم اخوتي دابا راه ما عرفتش واش جيعانه ولا لا، غادي نجربوها نشوفوا الا بغات تخدم معانا. كما قلت لكم راه سمحوا لي على البرد اخوتي البرد بزاف. المهم كما قلت لكم راه غادي نخدم معاها ونشوفوا ردة الفعل ديالها واش تخدم معانا مزيان ولا لا. ياك كوينه يلا اسي دبا دبا كوينه دبا 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 شي اخوتي راه باقي ما كتعرف والو. المهم خليكم معانا دابا العسران هو راه حليت لها الباطي، وحنا نشوفوا دابا الرياكشن ديالها كيف واش غيعجبها ولا ما يعجبهاش. ياك كوينه اش كيسد الضو اش كيسد الضو اسي دبات خوتي ملي دار دبات عجبها، احنا دابا غادي نبداو مع الدريساج. المهم انا شويه بفيدي وغنبقى خدام معاها اسي، احنا دابا نعطيو لها الذوق ونشوفوا واش عجبها. صافي اخوتي عجبها، كان انفو يبان لك كينقز على الماكله وكي كيحس بها دغيا عرفها راه عجباتو. المهم غنهز واحد شويه صافي غنحط هذا فهمتي نبدا نخدم معاها ونهز نخدم معاها فهمتي بريقلات قاعد ديالي اجي نكون اجي اجي دبا، فوالا، شي، فوالا، 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 أسي كوينة، دبا، فوالا،
الشاي. وي سا سي بيان. فوالا خوتي بنادم كيتشكى بزاف من كلشي، كلشي ملي ما كيبغي يدير ما كيبغيش يدير عليه الكلب، الكلب ما كيبغيش يدير لك كلشي، غادي تهود معاه بحال هكا، غير فوا يديرها غاتعطيه، هو داير كلشي غاتبقى تقول لي كلشي كلشي، تبقى تعطيه الماكلة في نفس الوضعية ديالو، غاتبقى تعطيه في نفس الوضعية، من بعد الكلب غيولي فاخوش، غيولي ديما يديرها، فاهمين؟ غيولي تا هو وملي تكون خدام معاه بلوبجي، عاد تقول له أسي كلشي غايديرها. تروح ليه غايديرك مع الوقت غدا تعطل ليه ماشي مشكل، تقدر تقول لك كلشي من بعيد يبدا يديرها، فهمتوني اخوتي؟ المهم فيها شويه خدمه ولكن كوميم راه كتعطي واحد النتيجه. واحد القضيه اخوتي شي نسيتها، الكلب تبدا تبعد عليه واحد شويه وبدا تعيط ليه وتعطيه الماكله باش من بعد يولفك، يولي تعيط ليه يجي عندك كذا بحال كتقرب منه. وينها؟ زيد 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 المهم ما نعتبروهاش حصه ديال الدريساج ولكن حصه ديال التعارف نتفاهم معاه حيت باقي ما عطاش لا ماكله لا والو. اش كون زيد 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 عسي وي ساس يا نو عسي دبا 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 وي اتكل اخوتي ديما الكلب تنتعاملوا معاه بالقوالب، الكلب غير قوالب اي كلب، عرفتي كيفاش تقولبو في ديك اللعيبة اللي نتا باغي دير راه غايديرها بلا لا يطير عليه، فهمتوني اخوتي؟ وبالنسبة دابا هادي كبيرة شوية صعيبة اخوتي في الدراسة غتشد ليها الوقت، ولكن ان شاء الله نتمناو تكون شي نتيجة زوينة. كيما شتو معايا الكلبة باقا مدهشرة الصراحة، بغيت نكمل معاها وكذا ولكن هي باقا ما تايقاش فيا 100% وباقا مدهشرة، باقا ما باغاش تخدم وكذا، هي راه زوينة ولكن باقا ديك التهدشيرة وكذا، خاصني نجوعها مازال واحد شوية ونخدم معاها ديك الساعه وان شاء الله تكون شي رياكشن زوينه. وكما كتشوفوا معايا راه بديت كنخدم معاها شويه، اسير بدات كتشده دبات شويه هاي كنقولها لا شويه. المهم خوتي الاساس غير لا مارش او بي اسي كوشي بابوجي دوبو صافي اخوتي و اونتربيو ابو صادق شي بسيط، خصني المهم لا باس تقريبا هي هادي اللي قلت لكم اخوتي، هادشي اللي خاص تعلم كلبك اول مره. عاد ديك الساعه لا قدينا غندوزو الفري سايد، ما قديناش راه نخليها بحال هكا. المهم انا وكانت يا اخوتي غادي دابا نشوف الكاركتر ديال الكلبه كيفاش غتعامل معايا وتجاوب معايا وان شاء الله ما يكون الخير. المهم اخوتي دابا غادي نغامر معاكم وقسما بالله اخوتي تا غنغامر وغنطلق الكلبه غنطلقها ونشوفوا الرياكشن شنو غادي دير، غنلعب معاها بتنيسه ونشوفوا شنو غادير واش غتعلق ولا غتبقى معايا. المهم اخوتي بقاو معايا الدراري، دابا حان الوقت لنطلقه كوينه ترجلي معايا، يلا دابا يلا ترجلي خوتي، قول لها ترجل ولا غادي نوليو تابعين دابا راحت عندي لوبجي، دابا ملي غنلوح على لوبجي ديالي فين غادي نشوفها. يلا زيد سابي اجي سابي فوالا خوتي، هاي دابا راه الحنانه قريب جابته بعيد واش غتجيب ولا لا ما عرفتش. المهم اخوتي ها هو اش وينو انت تتصرف هاد زيد خوتي، الحمد لله عرفتي قلبي بدا كيتزحزح. خوتي دابا غادي نطلقها، واحد زوج ثلاثة يا ربي ما تهربش يا ربي. قوينا قوينا هادي قوينا خوتي وحلا ترونغلو ناري عندك كل هادي دي هادي دي قوينا قوينا ساسي ناري يا صاحبي كيف الديرة صح يا ياك، وين تقلب على الكره تموت على اللوبجي. خوتي الحمد لله ما هربتش لينا، احنا دابا غنعاودو نتيستيو، يلا قوعنا علي موت يا وي صاص هاي 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 بو دراري هذيك راهي طرحني مزياش عندك مطرزح، يلا زيد قوينا قوينا كدير لي بيزوان ديالها الدراري، يا ربي ترجع يا ربي اخوتي، راه هي كدير لي بيزوان وترونغلور غيطيح عليها، قوينا مصطيه غتسطينا، زيد يلا قوينا يلا يلا
وانا زيد كدير على البيكون خوتي غادي تصبير. انا كنتمنى نشوفهم طلوقة يشتهم طلوقة معايا الحمد لله فهمتوني اخوتي بدات كتكونتاكت معايا الحمد لله هادشي بفضل الله وحنا دابا راه غاديين معاها ونتمنوا تخدم معانا في الدراساج مزيان اوبا يلا زيد خوتي كيما شتو معايا ملي جابت لي لوبجي عطيتها المكافاه ديالو حيت هي بحال تسخرات ليا منين تجي خصني نعطيها درهم جوج دراهم المهم بحال تسخرات ليكم خاصكم ضروري تعطيها مكافاه مره اخرى ما تعطيهاش مكافاه ما تبغيش تسخر لك غتشدها وديها غتشوفها عاد عليك وتبقى غاده بها ما تسوقش ليك المهم اخوتي هذه هي الطريقه باش غادي ديتي بكم كلب التينيسه والعيباش ما كانتش عندك الماكله جوج تينيسات بدات تخرج معاك درت له حلال الاولى من بعد تجيب لها الثاني المهم اخوتي دابا غادي نخدموا معاه شويه فهمتي نصيفطوا لها كره وداك الشيء وشوفوا معنا هيا بنا حاول تشد من تحت كوانا كوانا سير عند زكريا خوتي اللي شاف هذا الفيديو قول تبارك الله واللي عجبات خوتي اللي عجباتكم كليبه قولوا تبارك الله في لي كومونتات ان شاء الله تبقى تشوفوا مع فيديوهات ناضين با ايوا زيد 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 اجي أجي الملا أجي وينا اوكي اخوتي هنا غيكون وصلنا لافان ديال الفيديو الا عجبك الفيديو ولا فتك بشي حاجه ما تنساش دير لي واحد لايك شبات ابوني عندي فلاشين وكافامي اللي كنبغيكم بزاف هاي قوينا بالبلا مورايا اجينا قوينا زيد اجينا اي اجي هاي قوينا المهم اخوتي نتمنى يكون عجبكم الفيديو الا عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد لايك شبات ابوني عندي فلاشين واش بارطاجي الفيديو مع صحابك خوتك العائله كدا وهذا الفيديو كان خفيف ظريف سمحوا لي الا ما كانش فيه شي حاجه واعره الطوب اخوتي وما كندير شوفي خوتي حنا ديما الطوب ما كاين هاد الطوب اخوتي وراه في الشتا كنصور لكم بيس عليكم ان شاء الله والعسران.